زبيد مدينة يمنية تشكل موقعاً ذا أهمية أثرية وتاريخية استثنائية بفضل هندستها المحلية والعسكرية وتخطيطها المدني، بالإضافة إلى أنها كانت عاصمة اليمن من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر، واتسمت بأهمية جمة في العالم العربي والإسلامي بفضل جامعتها الإسلامية. بسم الله بسم الله، هنبدأ رحلة اليوم، رحلة هتكون جميلة ورائعة، رحلة تاريخية إلى مدينة عرفت بمدينة العلم والعلماء بسبب أهميتها التاريخية والأثرية، بسبب نمطها المعماري، بسبب موقعها أيضا والذي جعلها منارة للدولة الإسلامية في فترة زمنية معينة. عرفتها صح؟ نعم، إنها زبيد، مدينة العلم والعلماء. تعال تعال، يلا يلا. ذكر ابن المجاور في كتاب المستبصر عن سبب تسميتها بزبيد، وأرجع ذلك لأنها تقع في منتصف وادي زبيد، وأن ما يطلق عليه زبيد هو ما كان يسمى بالحصيب، وهو اسم لأرض زبيد بتهام الغربية، وتعود للحصيب عبد شمس بن وائل بن يعرب بن قحطان أحد أقيال اليمن. للمدينة سور يحتويها بخمسة أبواب تاريخية قديمة، بقيت منها فقط أبواب بسيطة، بالإضافة إلى بعض المعالم الأثرية الموجودة فيها كالقلعة وجامع يقال بأن فترة بنائه تعود إلى أيام صحابي أبي موسى الأشعري في القرن السابع الهجري. مدينة خطت لها معالمها الكبيرة، حيث احتوت العديد من العلماء الذين آوتهم منهم الفيروز الأبادي الذي احتوته لمدة 20 عاما وأصدر العديد من المجلدات، بالإضافة إلى المرتضى صاحب أكبر وأشهر المعاجم الموجودة فيها. لزبيد مكانة تاريخية منذ أن بنيت في القرن الثالث الهجري على يد مؤسسها محمد بن زياد، ثم توالت بعد ذلك عليها الفترات التاريخية المختلفة لتصبح عاصمة للدولة الإسلامية من القرن الثالث عشر وحتى القرن الخامس عشر، وأصبح بعد ذلك امتدادها مستمرا باستمرار الدول الموجودة التي جاءت من بعدها، وذلك لتكون إما مركزا للحكم أو حتى منبعا للعطاء والتألق ومدينة للتنوير العلمي والثقافي. زبيد هي المدرسة التي تخرج منها كوكبة من رواد الدعوة الإسلامية الذين نهلوا منها العلوم وطاب لهم المقام في ربوع واديها، لذا اشتهرت بمنازلها القديمة وجوامعها الكثيرة التي تحوي في طياتها التاريخ العريق بتحف معمارية فريدة، حيث تحظى بمكانتها التاريخية والروحية في اليمن. تقام فيها حلقات تدريس القرآن الكريم والحديث وعلوم اللغة العربية.